أهلا بكم سيداتي سادتي. سنتابع في هذه الحلقة جولتنا بدكالة، ومحطتنا هذه المرة سيدي بنور. سنتوقف بزاوية مسنوة بنورة ودواوير متعددة، سنحاول أن ننقل لكم كل ما عايناه. للقبائل الدكالية بهذه المنطقة عادات وتقاليد وممارسات فلاحية ترتبط بما إذا كانت الأرض مسقية أو بورية. يعرف أيضا الدكاليون بتشبتهم بتعاليم الدين الحنيف وحبهم للقرآن، وهذا ما سنستشفه من خلال زيارتنا لزاوية مسنوة، ويحتفلون بحفظ القرآن ويقيمون لمن حفظه عرسا كبيرا كما ترون. سنتابع أيضا في هذه الحلقة طقوس حفل الختان. تجيد أيضا النساء الدكاليات إعداد الكسكس وتلبسن أزياء جميلة في المناسبات. هذه الأشياء وغيرها هي مكونات هذه الحلقة، ابقوا معنا. وقفنا في الحلقة الماضية عند الفلاحات الممارسة بإقليم الجديدة، ورصدنا تقاطع الفلاحات المسقية والبورية. يمكن أن نجزم أن دوكالا تحقق اكتفاء ذاتيا من إنتاج الحبوب وبعض القطني، وتنتج في كل مجال فلاحي الحوامض والبواكر مثلا، بالإضافة إلى احتضانها لمساحة شاسعة من زراعة الكروم وأشجار التين والصبار. وتمد الجهات المغربية الأخرى بالفائض، بالإضافة إلى تصديرها إلى العديد من الغلال، ونخص بالذكر الفلاحات العصرية المسقية والمغطاة. الفلاحه اللي عندكم هنا شنو هي؟ الفلاحه اللي عندنا الدرق، القمح، الشعير، الفول، الجلبانه، كاع نزرعوها هنايا. يعني. كلها معتمده على البور؟ معتمده اصلا ماكينه على البور. ما عندكمش هنا السقا؟ لا ما عندنا السقا والو. نعم. وإلا كانت الشتا قليله شويه كيتضرروا الفلاحه؟ إلا كانت الشتا قليله الفلاحه معلوم يتضرروا. نعم. لأنه ما جاش الشتا في ذاك الوقت ديك الغله كتضيع. معدل التساقطات لا يتعدى 330 ملم سنويا بالإقليم، إلا أن استفادته من مياه أم الربيع والإنشاء المبكر لسد إنفوت في الأربعينات ومحاذاته للساحل الذي يشكل سدا طبيعيا للمياه الجارية، كل هذه العوامل جعلت منه منطقة خصبة تفيض بالخيرات، وأذكت همة الفلاح الدكالي الذي تطلع إلى اقتناء الجديد في العالم الفلاحي والانفتاح على فلاحات عصرية لم تكن لتعرف النور لولا السقي. الشمندر يأتي في مقدمة المنتوجات، يعززه ويدعمه تواجد معملين للسكر، واحد بزممرة والآخر بسيدي بنور، مما شجع الفلاح على الإنتاج في هذا المجال وخلق فرصا لتشغيل اليد العاملة. ثلاثاء سيدي بنور سوق شاسع، سوق كبير بكل معنى الكلمة، أهم سلعه المواشي إذ يأتيه باعة هذه الأخيرة من كل فج. باش كتبيعوا تشري؟ دايم؟ نعم. هي؟ نعم. هذه حرفة عندك قديمة؟ قديمة 50 عام هذه.
نعم إيه؟ واش كان الوالد ديالك بيع وشري في هادشي ولا انت؟ لا الوالد ديالي غير فلاح. وشحال من سوق كدير؟ كدير 4 سواق 5 سواق. نعم. مالا سيدي بنور ولاد فرج عاونات زمامرة أيه. نعم. ومنين كتجي وفين ساكن؟ ساكن في الحي المحمدي في الدار البيضاء. نعم سيدي. وهذا أبعد سوق كديرو شنو هو؟ السوق أبعد سوق هو هنا. نعم هو هذا اللي بعيد. أيوا هذا اللي بعيد. نعم. والسوق اللي مشهور هنا في دكان البهايم كيتباع؟ سيدي بنور ولاد فرج. نعم. حتى ولاد فرج. نعم. شحال مثلا كتبيع وتشري في البهايم في النهار ملي كتجي لشي مرة في السوق؟ وسخر الله. نعم سيدي. داك الشيء على سويرتي. خطرة ما تبيعش خطرة تبيع خطرة داكشي سويرتي. واش كتبيع وتشري ولا غير كتبيع؟ والحمد لله داكشي كلشي مزيان. نعم. انا كنكري وكنبيع. نعم. كتكري الكامي وكنكري للناس. نعم. وكنخربق حتى انا في شويه ديال البيع والشراء. منين بلاصه كتجيب الغنم؟ من بنكرير. من بنكرير. إيه؟ وكتبيعها هنا في سيدي بنور. اييه قليل دكاله. نعم. وشنو كتكريو الكامي فاش كتجيبوها كيف كديرو؟ كنتلقاو الشانطي ونكريو. نعم. اييه شحال الغنم مثلا تقريبا كتجيب للسوق؟ 10 15 20. نعم. كتجيبها من تما تشريها من عند الكسابه وتجي هنا تبيعها. أيه. كتقلب فيها البيع والحركه مشيه. واش كتشد هذيك 20000 فرانك 40000 فرانك 30000 فرانك؟ انت غادي تجي دير شي سوق اين ساعه كتفيق في الصباح؟ كنفيقوا مع الوحده ديال الليل. الوحده ديال الليل كتفيقوا؟ أيه. نعم. وكنجيو للسوق. نعم. واش ملي كتفيقوا مع الوحده شنو كديروا؟ كنجيو للسوق. كتجيو للسوق مع الوحده ديال الليل؟ أيه. واش كتجيبوا البهايم ديك الوقيته؟ كنجيو البهايم ونجيو للسوق. يمكن يكون البيع والشراء في الوحده ديال الليل؟ لا جوج ثلاثه كيبيعوا البيع والشراء، ثلاثه كيبيعوا البيع والشراء، اربعه كيبيعوا الشراء. نعم. او خمسه وزيد. اكبر مكان او ما يسمى بالعاميه الرحبه، تباع فيها اللحوم بكل انواعها، وما يشد الانتباه هو كبر سوق اللحوم البيضاء وخاصة الدجاج الأبيض، والذي تعرف المغاربة على تسميته الدجاج الرومي، وهذا يبين جانبا آخر من الأنشطة الفلاحية هنا. انا بدات نتبع القرايه ديالي، بدات تندير الكليه. نعم. وفي هذا الصيف تنعاون شويه الوالد على حساب هذا الصيف كيكون الدجاج تيتمشى مع النسبه للاعراس وداك الشيء. بالنسبه للثمن تنبيعو ب 380 على حساب السوق، تنتقداو هنا من الزاويه سيدي اسماعيل اقليم جديده. نعم. على حساب 340 حساب السوق. نعم. خطره تيطلع خطره تيهود. وهنا كيظهر بلا هنا في الزاويه ديال سيدي اسماعيل الناس كدير الدجاج الابيض بزاف. هنا كيصدق. هنا كي حسب المعيشه ديالهم تيديروا غير الدجاج اللي تيصدق لهم هنايا صافي. نعم. ما عندهمش شي حاجه الفلاحه اولا، انما تيديروا كسيبه ديال الدجاج. نعم. تيجيبوا فلوس تيتقداوه من تماره اولا حتى برا. هادشي اللي كاين. وما كيمرضش لكم هنا؟ لا ما تيمرضش، لان حنا تنجيبوه من الكوري مثلا يومين ثلاثه تنفكوا. الا شاط شي حاجه لان غالبا هاد الدجاج الابيض كيمرض غالبا كيتعرض. غالبا تيتعرض للمرض، ولكن على حساب الكاليتي ديالو، لان كناخذو ديال التماره وديال الاسبانيا كيجي على برا، وعلى حساب الدواء، لان كتقدا الدواء ديال كناخذو ليه شي دواء. كاين اللي ما تيداويش، كاين اللي كيتعرض للبرد وكيبغي واحد الجو واحد الدرجه معينه ديال 38 39 باش يطلع مزيان، على حساب ما يكون نقي الماء اللي تيعطيو خصو يكون نقي. هذا الشيء اللي كاين. مكان اخر تعرض فيه المنتوجات الفلاحيه المحليه، القرع الذي تشتهر به دكاله العنب والشمام. شيء آخر تختص به المنطقة إنه الفول المسلوق، إذ أن أحدهم أخبرني أنه لا يمكن له أن يعود إلى بيته بدونه. تقديتي؟ قدينا. ملي كتقداو كتجيو هنا تتقداو؟ كنجيو نتغداو هنا، نمشيو للحيمات نعمرو بريد ديال اتاي ونتغداو ونتقداو ونمشيو للدار. والماكلة ديال السوق مزيانة؟ مزيانة. كتعجبك؟ كلشي مزيان. نعم. كلشي مزيان.
باحة الاستراحة أو رحبة الاستراحة تشكل حيزا هاما من السوق. هنا يستريح المرتادون، هنا يتناولون وجبة الغداء. الوجبة غالبا ما تكون لحما مشويا وكؤوسا من الشاي المنعنع على نغمات مطربي السوق. صادف تصويرنا للبرنامج عدة حفلات وأعراس، لكن أجملها وأبهاها هذا العرس القرآني، والمناسبة هي انتهاء طالب قرآن من حفظه للمصحف. تضرب الخيام، يستدعى الأهل والأحباب، الطلبة أي حافظ القرآن، وكذلك المحضرة أي التلاميذ والشيوخ. تطلي النساء الحناء، تدلي قريبات المحتفل به شعرهن أي تضفرنه عدة ضفائر، تزين خواتمها بحلي وهي عبارة عن نقود قديمة، تلبسن أجمل لباسهن، ويخرج الجميع في موكب. الرجال يقرؤون القرآن والنساء ترددن أمداحا وأهازيج خاصة بالمناسبة، وهن تقرعن أساوير من الفضة على رأس وأمام حافظ القرآن طالقات زغاريد مدوية. كيخرج الطالب السلكه شنو كتقولوا ملي كتحتفلوا به؟ شنو كيبقى؟ يا يو فرحات مبروك امولات خايمه، طيني بيضه بايضه باش نزوق لوحتي، لوحتي على الطالب والطالب اصحابه في جنان يتصابوا، عايشه وحليمه طالعين فوق الليمه، والليمه محلاها حلاها مولانا 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 لا تقطع رجالنا. تبارك الله عليكم. هذه كيقولوها ملي كذلك ملي كيخرج الطالب السلكه. هذه كيقولوها ملي كيخرج الحزب الواحد، ملي كيكمل شي حزب كيطلعوا عنده كيطلعوا عند المو باش كتعطيهم البيض. وفعلا كتعطيكم الطالب البيض؟ كنجيبوه للطالب. كتجمعوا البيض وكتجيبوه للفقيه. السكان ديال هاد الدوار من الاصل ديالهم؟ السكان ديال هاد الدوار هما الاصل ديالهم ادارسه. شرفاء أدارسة. نعم. وهنا كاين الزاوية ديال مسناوة. كاين الزاوية ديال مسناوة اللي كانت اللي كاين راه بزاف الناس اللي كيعرفوا اللي متخرجين اللي كانوا سبق لهم كيدرسوا هنا. نعم. راه فيهم قودات، فيهم محامين، فيهم نعم. الناس اللي في الوزارة، فيهم اللي راهم غادي يشوفوا اللي كيشوفونا عبر البرنامج. نعم. وكيتفكروا ديك الأيام اللي أنسى. زاوية أخرى حظينا بشرف زيارتها. إنها زاوية مسناوة التي تعتبر من أقدم الزوايا المغربية، حيث مورس بها التعليم الأصيل منذ القدم، ولقن بها القرآن ودرست بها فنون أخرى. شريت أنت من هنا من هذه الزاوية؟ إيه. نعم. واش كبرتي هنا، خلقيتي هنا، قريتي هنا ولا كيف؟ هنا خلقينا وهنا قرينا. نعم. وشكون لقيتي الشيوخ ديالك هنا؟ الشيوخ ديالي هو الوالد ديالي. نعم سيدي. سي احمد بن تميم مزناوي. نعم. كان هو من طلبة العلم. هو رئيس، هو اللي اسس المدرسة. نعم سيدي. ولي. وشحال التاريخ، فين عهد كان هذا الشيء سيدي؟ هذا الشيء؟ نعم. وهي مدرسة تشمل على مدرستين. نعم سيدي. مدرسة قرآنية. ومدرسة علمية. نعم. القرآنية توسط قرن ونص. نعم. ألف ومئتين. نعم. ونحو خمسين. ألف ومئتين ونحو خمسين. نعم سيدي. منين خدنا هادشي؟ خدنا غير من ذوك الناس اللي دركناهم حنا كبار قراو هنا. نعم. يعني السن ديالهم الوقت اللي كانوا يقراو فيه هذاك هو التاريخ.
نعم كان ميزو بها لك هو نعم سيدي وهذه بالنسبة للقرآنية نعم وبالنسبة للجالين نعم 1310 1310 نعم 110 نعم سيدي كان الوالد تخرج كان يقرا فاس وجا اذا الوالد ديالك هو اللي كان كيقرا فاس ايوا اللي كان يقرا فاس وقرا العلم فاس وجا هنا باش يقري لا لا دار تاع المدرسه باش يقري ولاد مزاكي ولاد امه اسلاميه نعم سيدي نعم سيدي وشنو هي الاشياء اللي كتقرا في هذه المدرسه العلميه والقرانيه القران القران كان يقرا تقرأ السبع نعم القراءة السبع هي كانت تقرأنا نعم قديم نعم وبالنسبة للعلم بالنسبة للعلم الفقه والنحو ولا تبغوا الطلب على شيء فن نعم غير من الجهل والأصل هو الفقه والنحو النحو والتكميلي الألفية النحو في الألفية والجرمية نعم والفقه في الشيخ خليل وفي ابن عاشي نعم هذا هو نعم سيدي ولا تفقوا الطلبة على شي فن آخر كيقول لهم الفقيه تفقوا بيناتكم ونفتحوا بعد يتفقوا يلموا نعم يقول احنا بغينا نفتحوا الفن الفلاني نعم سيدي بحال المنطق وبحال غيره نعم لغياب التغطية الصحية بالعالم القروي تسعى المصالح المختصة إلى الانتقال إلى الدواوير مقدمة بذلك خدمات صحية سواء بالتوعية أو بتوزيع الأدوية كأملاح الإسهال ووسائل التخطيط العائلي تعضدها مراكز الاتحاد النسوي التي تساهم بدورها في تحسيس النساء وبناتهن بمخاطر الزواج المبكر وتقارب الولادات وعدم تلقيح الأطفال نصائح أخرى تقدم تتمثل في اختيار التغذية المناسبة للأطفال نمرت ولدك ولا بنتك عندي بنتي وعندي مرت ولدي عندي بناتي وحده ما عاد اختها في الصراع باق باقا هي اللي باقا بلا زواج جوجتي شي بنيات بعدا زوجتهم شحال من بنت جوجتي مزوجه سلام اربع بنيات تبارك الله الحاجه وباقي عندك شي بنيه باقا عندي بنت شحال في العمر ديالها عندها 20 20 ايوا مزيان 20 عندي 20 حدا نجيو نصحوكم على البنات اللي تتكونوا تجوجوا 12 و 13 و 14 لا لا كلشي انا ما كاين ما مزوجتها بقى بال 20 اي الحاجه لان الزواج المبكر خايب لا كلشي تسبب البنت في النقص ديال الدم وفي الاجهاد لا وما تتكونش البنت تتجمع الصحه ديالها خير عليكم هذو وليدات وليدات كل وحده ولا والداهم تويميين ولا كل وحده لا تويميين تزادوا عندك مزيان واش ربيتيهم بالحليب الحليب ديالهاش ديال الفرماسيان صافي غير بالحليب بوحدهم الحليب الشهر كتبنا لهم الحليب والشهر الاخر تبعنا لهم حليب اخر وبزاز لك ما عطيتيش الحليب ديال البزاز لا عطيتيش عندي 20 يوم ما رضيتش بزاز تبارك الله الحليب تاع الفرماسيان الله عليك الا عقتو علينا زورونا هي المركز الاتحاد سيدي بالنور مرحبا بكم سمعتك الشريفه سلام سلام سمعتك هضرتي مع البنت وقلتي لها ما عطيتيش الوليدات ربع الزوله علاش ما عطيتهمش بالزوله لا اختي ما فيكش الحليب انت مني ولدتي كان ولد في الليل الصباح كان الصباح كنعطي البنت ولا الثيله ولا ما يمكنش كان علاش مني ولدتي 6 سوايع مني ولدتي تعطيني بالزوله حيت هذاك النصفان تاع الزوله هو اللي غادي يخلي الحليب يدور في البزوله باش غادي يقدروا يرضعوهما مزيان فوقته باش يرضع لا ماشي فوقتي كان عليك هي تولدي 6 سوايع وتعطيه بالزوله شي داك النصفان تاع البزوله هو اللي كيخلي الحليب يدور ما انا قلتوش هسه انا قلت له زاد في البزوله فما بغاش يشدها صباح من انا قلت ثاني بغا يشدها ما صارش فيها قدري غا قلت له الغطا ديالك شدينا السبيطار دوزنا ليه على الطبيب خرج لي الحليب
جاب تما جاب حليب وجاب رضاع العوب اللي هايته كل شيء. ايوا شي دابا الحليب راه غادي يكون ولادك ضعاف اي حاجه غتاثر عليهم لان الحليب نتاع الام تيكون كوقايه فيه فيتامين شي فيه كل شيء كوقايه للطفل مادام حيتين بالزوله غادي يكون اي مرض غادي ياثر على مول الاولين. المهم ثاني دراه مزيان رصدنا هنا عدة مشاكل تتمثل في زواج الطفلات مبكرا. يغيب أيضا تتبع مراحل التلقيح، إذ يسود الاعتقاد أن تلقيحا واحدا يكفي، ولا يتم إعطاء الأطعمة إلى الطفل إلا في السنة الثالثة. اليوم غادي نهضر لكم واحد الحاجه واحد الماده اللي هي مهمه بزاف حيويه وضروريه للحياه الا وهي الماء. تقام أيضا حملات لتوعية الفلاحين بالمشاكل المتعلقة بالماء، وخاصة في فصل الصيف إذ تكثر الأوبئة وتنتقل الأمراض إلى الأجساد من الآبار. ينصح الفلاحون بتغطية الآبار وصيانتها بتسييجها وإغلاق أبوابها عند الانتهاء من جلب المياه، وتتم أيضا معالجتها بأدوية خاصة. صحيح لي ليله نهار دائما كتشوف في التلفزه وفي الراديو، بينما هنا في الباديه كتجيو كتلقاو الناس غافلين على الماء. بالعكس خاصهم يعتنوا بالماء، كتلقى البير بعيد جوج كيلومتر ثلاثه عريان اي حاجه كطيح فيه الدراري كيلعبوا حداه، تما كاين البهايم كيجروا حداه، حشاكم الزبل تا هو، تما كاين العجاجات، كلشي من سي البير. انت كتفكر الانسان تيخصو الماء، تيعطش خاصو الماء، يقول عاد يكب على بهيمته ويتم غادي بداك السيتيرنا ديالو ولا ديك البوطه ديالو يسقي الماء، اي خطوه يلوح هذاك الدو تما.